السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نحن شاكرين لهذا الحضور المقدر يعني من كل الأجهزة الإعلامية وكذلك للحضور العاملين. حقيقة يعني ما تكرر الكلام، لكن أقول نقاط محددة لماذا نحن الآن بصدد مؤتمر صحفي. نحن الآن بنعقد هذا المؤتمر الصحفي لأنه ما جرى لقناة الشروق هو مجرد محاكمات إعلامية. نحن كإدارة تنفيذية منذ أن صدر قرار الحجز على حسابات القناة ووصولها حتى الآن لم تتم مخاطبتنا بصورة رسمية كإدارة قناة الشروق. اثنين، حتى هذه اللحظة نحن لجأنا للإعلام لأن الطرف الآخر كل بياناته بقدم فيها عن طريق الإعلام، ما في مكاتبات بيناتنا، ما في خطوط تواصل بيناتنا. ولذلك نحن عرضنا عبر هذا المؤتمر الصحفي أنه نقول للرأي العام. بالأمس لجنة التفكيك بتتكلم عن تعيين مراجع عام للمؤسسات تم إغلاقها، وأمس عقب نهاية المؤتمر الصحفي مباشرة أنا سألت واحد من المتحدثين في المؤتمر الصحفي عن ماهية المراجع واسمه وتلفونه وحاجينا 200 ما لقينا إياه. حتى هذه اللحظة نحن مؤسسة ذات شخصية اعتبارية يفترض يتم التعامل معنا بكلام مكتوب ونرد على كلام مكتوب كما تعاوننا من قبل مع لجنة شكل المجلس العسكري برئاسة فريق. الآن نعقد هذا المؤتمر الصحفي لنعلن أننا جاهزون للتعاون مع أي جهة ذات شخصية تعين حكومة السودان دائر أي معلومة بشأن قناة الشروق. حتى المتداول من معلومات وعود لها الآن حتى الآن مؤتمرين صحفيين من السيد وكيل الإعلام في كلام كثير قال عندنا عليه بعض التحفظات ممكن نوضحها الآن، لكن ما نحب أن نؤكده أنه نحن وكذلك المالك تواصل مع وزارة الإعلام ومع الحكومة بأن قناة الشروق ليس لديها ميول سياسية لأي طرف وليست لها علاقة بالحكومة ولا حزب، إنما هي قناة تخدم الخط العام بما يحقق للبلد السلام والاستقرار ويعزز التنمية. عملنا هذا في السابق ومستعدين نعمل ده من الآن، ولكن للأسف الشديد كل المعلومات تم تقديمها تم توظيفها ضدنا ليس للصالح الإيجابي إنما للصالح السالب، ونحن يعني تضررنا ضرر بالغ من كل الكلام اللي اتقال عن أنه يعني آخر كلام اتقال أمس في المؤتمر الصحفي أنه ما يجري في قناة الشروق عبارة عن بلاوي. للأسف الشديد يا أخوانا الناس ديل بيعتقدوا أنه نحن لا عندنا محاسب ولا عندنا مراجع ولا عندنا مدير ولا عندنا إدارة ولا عندنا مقر ولا عندنا مبنى ولا عندنا نظم إدارية. للأسف الشديد وكان الكلام ده اللي بيتكلم عنه هو حصل على معلومات كان متاح ويمكن أن يحصل على أكثر منه تفصيلا إذا جوا بالباب وقعدوا معانا كإدارة. زي ما قلت نحن ما عندنا حاجة تسيبنا لأنه نحن ما شغالين جهاز بتاع معلومات، نحن شغالين إعلام، نحن بننشر نشاط الدولة ونشاط الحكومة ونشاط المجتمع للرأي العام. ولذلك ليس لدينا ما نخشاه من أي أتيام بتاعت مراجعة تم تحديدها، لكن نحن نعرف وين هي أتيام المراجعة وحتجي 200 ونحن نتواصل معهم. حتى هذه اللحظة ما سمى برجال الاستئناف الليلة القرار ده لما صدر قرار إغلاق لنا 8 يوم، المستشار العين والمالك ليدافع عن حقوق العاملين وعن حقوق الغنى ما لاقي جهة يقدم لها مستند أو يقدم لها الاستئناف. حتى تاريخ هذه اللحظة اليوم مشى عشان يقدم الاستئناف، والاستئناف طبعا أخواننا محدد له 15 يوم مشى يقدم الاستئناف، تم الاعتذار له أنه الشخص المزول من الاستئناف هو لظروف اجتماعية غياب أمشي تعال بكرة. ولذلك شعرنا أنه في مماطلة قاعد تتم
طيب لحد ما تيجي أيام المراجعة منو المسؤول من الخسائر والأضرار؟ إحنا أخوانا الغنى دي ما كنتين ولا بغالة، دي غنى فيها أجهزة حساسة جدا. الآن كل الأجهزة بتاعت التكييف والإضاءة هي الآن كلها مطفية من الأجهزة بتاعت البث ومن الكاميرات ومن الاستوديوهات. أي تأخير أنه الأجهزة تتعطل أكثر حيكون فيها ضرر كبير جدا، المسؤول من ضمنه. نمرة اثنين، نحن كإدارة ممنوعين أنه ندخل ونمارس عمل داخل هذه الإدارة، وبالتالي خلال هذه الفترة اللهم عرص استمر يوم يومين شهر شهرين ثلاثة شهور، منو المسؤول عن المفقودات؟ منو المسؤول عن ضياع؟ نحن يا أخواننا الآن دي عرباتنا، هذه الوقفة دي استعزلنا من الشركة دي عشان تكون بالداخل حفاظا عليها، لأنه صراحة من أول يوم كنا كايسين جهة نتعامل معها، وبالمناسبة راصدين الغنى دي فيها كم اس ان جي، فيها كم عربية، فيها كم ترابيزة، فيها كم كرسي، فيها كم جهاز لابتوب، ده كله مرصود. والآن عاملين فقرتين للتوقيع، دايرين زول نسلموا القصة دي، منو؟ ما في زول قاعد يجاوب، ولا في تواصل حتى بينه وبين اللجنة. ولذلك المساحة دي أنا بعتقد هي مساحة الآن في تقديري الخاص أن هي يعني محاولة لمزيد من التجريم ولمزيد من أنه والله بعد شوية زي ما قالوا ناس القرآن الكريم قال ما وقفنا، وقال هم مارقين شالوا الكيبل، عشان بعد شوية ما تقول لي شلت الكيبل ولا شلت البطارية ولا شلت الـ SNG ولا العربية المشهد دي حقت منه. أنا الآن ببحث عن جهة يا لجنة إزالة التفكيك دلون على زول نتعامل معه، نحن على استعداد الليلة قبل بكرة. وبالمناسبة ده مش رأينا إحنا كإدارة، ده رأي حتى المالك، وجاهزين لأي مراجعة تيم بتاع مراجعة. الحمد لله رب العالمين من 2008 لحد 2019 كل الحسابات دي مقفلة بمراجعة عام، والدعم اللي بيتكلموا عنه جاي من رئاسة الجمهورية ما مدسوس، دعم جاي بشيكات وطالع بصرف محدد، ما حاجة يعني تحت ترابيزة. وإحنا ذاته لسلامتنا ولسلامة العاملين في قناة الشروق، لكن أخواننا لما تخاطب ناس وتخاطب المجتمع السوداني بأنه دي غناء أسس دول الشعب السوداني، يعني معناها كلنا إحنا الآن أخذنا من الشعب السوداني بهذا الاتهام، وتجي تقول في مؤتمر صحفي أنه البينة عكسية، يعني نحن نفس نثبت للناس أنه إحنا ما أكلنا قروش. وأقدر أقول حاجة ثانية يا أخواننا، الغناء دي منذ تأسيسها وحتى هذه اللحظة نشهد للسيد جمال محمد عبد الله الوالي، هو رئيس مجلس الإدارة، ما شال منها ولا فلس، وأنا أزوم الكلام ده بقول ما رجع له ولا فلس. الناس يفتكروا انه القنوات دي بمجلس ادارته بيجتمع كل سنه وبوزع الارباح على المساهمين، ما في ارباح، القنوات دي خاسره يا اخوان. وبعدين هل الشروق بسمعتها دي وتاريخها الطويل ده كله تستحق كل هذه الشتايم؟ يعني الشروق دي لا عندها مساهمه في الاستقرار، ولا عندها مساهمه تجاه المجتمع، ولا عندها مساهمه، على الاقل كانت تقدر ال 300 نفر شغالين في هذا انه عنده الاسر. كل المجرد قلم تطلع لنا ناس حراميه وبلطجيه وما شغالين بمؤسسه. ثلاثه، حقوق العاملين غير الضرر النفسي والسمعه اللي تهانت والكلام ده كله طلع برا، حقوق الناس، حقوق المغاره المؤجره المسؤول منها انا سيب. يعني كنا لاخر شهر 12 الحمد لله تعالى حقوق الناس مستقره، تأمينه الاجتماعي مستقر، تأمينه الطبي مستقر. الآن يوم 20 إذا في شك إذا ما سدد العامل حيتضرر لأنه بطاقة التأمين حتقيف. وفرق كبير بين تقول لي أنت كنت تابع للنظام، ده اتهامك وادعاك، أنا تابع للنظام أسس غنى، وأنت الآن نظام جديد قفلت غنى، فرق كبير. ولذلك يا أخوانا أنا في تقديري أنه ما تجرى لغنى الشروق هو عمل سياسي، عمل سياسي مدبر ومقصود. اي كلام غير كده نحن كعاملين وكاداره ما مستعدين نسلم للتسيير على الاطلاق. لكن هم الان بيتكلموا عن مراجع، ما حب المراجع. امس بعد المؤتمر الصحفي قالوا المراجعين تم تعيينه للمؤسسات المغلقه، هم الان في مواقعهم. جينا هنا ما لقينا زول، الليل والصحفي منتظرين ما جانا زول نتواصل معهم. طيب بالنسبه للمستقبل، بالنسبة للمستقبل يعني مستقبلنا نحن من إجراءات الآن في شغل ماشي، شغل قانوني قايم على رأسه السيد المالك عن طريق المستشار القانوني، ودي إجراءات
الناس حتواصل فيها ان شاء الله الى اخر 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 حد ان شاء الله. اثنين، نؤكد استعدادنا للتعاون مع اي لجنه تحددها جهه مسؤوله انه ابواب الغنى مفتوحه، مستعدين لتقديم اي معلومات تتعلق باين صرف الدعم الجاي من الاعلان او جاي من اي جهه او من مساهمين او من غيره موجود، وما عندنا حاجه. وكما تعاوننا من قبل مع لجنه الميليس العسكري، الان نحن مستعدين نتعاون مع لجنه ازاله التفكيك او ازاله التمكين اذا هم حبوا يتعاونوا معنا. لكن اخواننا حتى الان للاسف الشديد كل التعامل بيتم عن طريق المؤتمرات الصحفيه، ولذلك دي الاليه الوحيده الان نحن متاحه لنا انه نوصل بها صوتنا، نقول نحن الان وقع علينا ضرر، نقول نحن الان اي زمن بيمضي فيه اهدار لموارد الغنى وفيه تعطيل لحقوق العاملين وفيه تشويش على مستقبل غنات الشرق. شكرا جزيلا.